عايزين نشوف الأول ال في out in terms of v1 v2. One way إن احنا نحل المسألة دي is by superposition، إن احنا نشغل v1 ونطفي v2 أو نخليه بزيرو، والعكس ونحل المسألتين ونجمع الحلين هيطلعوا لنا تمام جدا. فبالنسبة لإن احنا مشغلين v1 وطافيين v2، أول حاجة زي ما اتفقنا الحل هو نفس الريتم. أول حاجة
ground، يبقى كده الماكسيمم فولتج ديفرنس هو ان انا في بالاتجاه ده، يعني بين البوزيتيف تكون هنا والنقص تكون هنا، هو ان ال V output ده استخدم ال V output maximum، يبقى هو ده كده ال I RF maximum. خلاص يبقى V output maximum minus 0 على RF، هو ده كده ايه ال maximum current flowing in RF. تمام. اخر مطلوب بقى بيقول what is the minimum required supply. طيب احنا قبل كده اتفقنا برضه، هنشوف الكلام ده برضه قدام تاني، ان ال supply في اي electronic circuit هو اعلى
الريشيوز اللي ما بينهم. ليه؟ ليه نخلي بالنا من الموضوع ده؟ لان انا هضربهم في الاخر في حاجه، هما الثلاثه هيضربوا في نفس الحاجه. فانا عايز الفرد نفترض الار 1 وار 2 وار 3 يبقى كيبنج الريشيو اللي هي ايه، اللي هي 1 تو 2 تو 3، الريشيو ديت تكون ايه كيبت او محفوظه ما بينهم، علشان انا في الاخر هضربهم في حاجه ثابته هما الثلاثه، حاجه كومن ليهم هما الثلاثه. فالحاجه الكومن دي مش هتديني الريشيو اللي انا عايزه. وسنس ان R1 و R2 و R3 في المقام، فانا عايز، انا كنت عايز ان يعني خلينا نكتب المعادلة هنا، انا عايز ال V output تساوي V1 زائد 2 V2 زائد 3 V3. فانا عايز اللي في المقام هنا يكون ضعف اللي في المقام هنا، صح؟ يكون 3 اضعاف اللي في المقام هنا، صح كده؟ فيبقى انا عايز ال R1 لو هي هنخليها ب 3 كيلو مثلا، فانا عايزها ضعف ال R2، يبقى انا عايز ال R2 تبقى 1.5 كيلو، وعايزها 3 اضعاف ال R3، يبقى ال R3 هتبقى كأنها ايه 1 كيلو. تمام كده؟ ده علشان نظبط الريشيو ما بين التلاتة V1 و V2 و V3 اللي هي 1 to 2 to 3. خلاص، يبقى given الحسبة اللي انا حسبتها دي، اقدر احسب بقى ايه الترم اللي بره ده، اللي هو 1 زائد RY على RX في R. تمام، وال R ديت هي التلاتة بارلل مع بعض، دي ايه المعادلات اللي احنا حسبناها فوق دي. فالار دي انا خلاص عرفتها، التلاته بارل مع بعض دي وانا لسه فاردهم، يبقى ايه هي بنص كيلو. ماشي، يبقى باقي لنا كده المعادله دي اللي هي 1 زائد ار واي على ار اكس مضروبه في ار على اي واحده فيهم بقى، ار 1 وليكن، انا عايز الكلام ده بيساوي ايه 1، صح كده؟ يعني لو لان المضروب بره ده كومن، فانا هاخده واحسبه من اي واحد فيهم يعني. فاقول 1 زائد ار واي على ار اكس في ار على ار 1 ولنفترض الكلام ده يساوي 1. تمام، وانا عندي الار وعندي ار 1، فاضل لي الار واي والار اكس. فنقدر نعرف ان من المعادله دي كده ان 1 بلس ار واي على ار اكس بتساوي 6، صح؟ فنقدر نفرض بقى واحده ونحسب التانية. فنفرض مثلا ان الار اكس بواحد كيلو، يبقى ساعتها الار واي هتبقى بكام؟ 5 كيلو، بحيث 5 على 1 زائد 1 الكلام ده بيساوي 6. تمام، حلو جدا. ماشي، اخر بقى مسأله بيقول لنا design an ideal summing op amp to provide an output voltage بالشكل ده، 3 فولت ناقص 1/8 V2 ناقص 3 V3 زائد 2 V4. طيب، ففي المسألة دي واحد ممكن يقول طيب اوكي، انا ممكن هو لا هو مش قايل لي استخدم كام op amp ولا اعمل اي حاجة، فانا ممكن ابسط على نفسي واقول ان الانبوتس كلها هتدخل، او الاربع انبوتس بتوعي هيدخلوا على الناحيه النيجاتيف، اوكي، كانها انفرتنج امبليفاير، عشان ابسط على نفسي واعرف احسب الاراد بسهوله. بس هنلاقي ان احنا لو كله داخل على الانفرتنج، فهنلاقي ان الفي اوت الفي 1 والفي 4 باظوا، فمحتاج ان انا هما كمان انفرتهم بجين واحد حتى. تمام، بالشكل ده، ده انفرتنج امبليفاير الجين بتاعه بواحد، صح؟ ار على ار. تمام، بحيث ان هم يجوا لي ماينس في 1 هنا وماينس في 4 هنا، بحيث يدخلوا، يبقى كانهم ايه داخلين انيشالي بالموجب بس طلعوا بالسالب، انا اسف، داخلين انيشالي او بالموجب وطلعوا بالموجب في عند الاوتبوت. تمام، هنلاقي ان ديت سهله جدا في ان انا اجي احسب ريشيو الارات. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي كل الريشيو ديت بقى ار على، يعني ار دي على ار 1 مثلا، تمام، هتبقى المفروض تبقى ب3، فيبقى ديت لو دي ار لو الار فيدباك دي هي ار، فيبقى ديت على طول ار على التلاتة، صح؟ ديت هتبقى على طول 8 ار، دي هتبقى على طول برضو ار على التلاتة، ودي هتكون على طول ار على الاتنين. فانا كده سهلت على نفسي الحسابات استخدمت 3 اوب امبس. طب لو هو جه في السؤال مثلا وقال لي لا استخدم اوب امب واحد بس، يبقى في الحاله دي زي ما اتفقنا از رول اوف ثم هندخل الانبوت البوزيتيف على البوزيتيف والانبوت النيجاتيف على النيجاتيف، هتبقى السيركت تبقى بالشكل ده. الكيس ديت بقى احنا عايزين ال V1 وال V4 تبقى بالموجب، فدخلناهم على الموجب وال V2 وال V3 دخلناهم على النيجاتيف. بس في الكيس ديت طبعا حساب الارات مش هيبقى ستريت فورورد زي ما كان فوق، هنبقى عايزين نكتب المعادلات. فاول حاجه هنعملها يعني ايه، انا عايزكم تجربوها انتوا بايديكم، مش همشي في الحل بس ايه يعني ايه هقول لكم هنت، يعني ان اول حاجه هنعملها هنجيب علاقه ال V output in terms of الاربعه inputs بتوعنا through الاراد دول as variables، صح؟ فاول حاجه ممكن اسهل حاجه بالنسبه لي باي سوبر بوزيشن، نقفل كل
نسيب V1 مثلا، وبعدين نحسب هنجيب ال VP in terms of V1